اعترافا بما بذله الجيش الأبيض في مجابهة جائحة فيروس كورونا على مستوى المستشفى المرجعي بوقرب العرس، قام عناصر من الأسرة الثورية برفقة السلطات المحلية والأمنية بولاية تبسة بزيارة الفريق الطبي وتحفيزهم على ما قدموه من خدمات لإنقاذ المصابين. نحن المبادره هذه من اللي بدا الوباء هذا انطلقنا كشهداء بالتنسيق مع المنظمه تاع المجاهدين. على كل حال قاعدين ندوروا ونسعوا. انا كاسره ثوريه المجاهدين وابناء الشهداء قررنا باللي نعمل هذه الوقفه، هذه الوقفه الى جانب اخواننا الاطباء ومصلحه الصحه ككل. المبادرة لقيت استحسانا كبيرا من طرف الفريق الطبي والإداري الساهر على صحة وسلامة المواطنين. نشكر الأسرة الثورية اللي قامت بهذه المبادرة التشجيعية التي من دورها بدورها باش تشجعنا القيام بأعمالنا في أحسن ظروف. وحتى تنتشر ثقافة الاعتراف بجهود الأطباء والممرضين، تبقى أفضل هدية يتمناها الجيش الأبيض أن يلتزم الجميع بالوقاية والتزام منازلهم حتى لا تزداد متاعبهم والتأخر في العودة إلى أهلهم وذويهم.